تسلم ايدك يا ست سير. شكرا. كفايه عليك يا زياد، كنت حاجزلك ترابيزه على البست في الكباريه. ما اصل عبده رجع من السفر كان تعبان يعني، فما كانش ينفع. انا ولا تعبان ولا حاجه، بس احنا من امتى بنسهر في كباريهات يا زياد؟ لا لا لا، ده مش مقامك ولا مقامي ولا مقامكم انتوا كمان. طب دلوقتي اتاخر، مفيش حد من اصحابي جم لحد دلوقتي. يو عندهم ظروف يا سير، مالك؟ وبعدين انا مش عايزه حد يعني، عبده معايا بالدنيا وانت كمان يا سوسو وانت حبيبتي. طيب بس بقى مالك زعلان؟ خلاص مش زعلان، احنا اساسا لازم نمشي، اتاخرنا قوي. اخس عليكي. ابدا مش البطيط في الشمع، اخس عليكي. عشان خاطري ايه بس؟ عشان خاطري يا زوز. قومي قومي يا سميحه ساعديني، قومي. طب اقوم اساعدكم؟ لا خليكي يا حبيبتي خليكي. والله يا ست بنت حلال قومي. بقول لك يا عبدو، انت مش حاسس ان انا اتغيرت؟ اتغيرت ازاي؟ يعني حاسس انا زي ما انا كده يعني، ولا اتغيرت شويه كبرت؟ والله انت رايقه يا زاد، بس بيني وبينك انا لما جيت ولقيت الشقه مقلوب حيالها كده ومتغيره، خفت بيني وبينك لو كنت كمان اتغيرتي. ايه علاقه الشقه يا عبدو؟ انا بقول لك انا اتغيرت، انا مالي بالشقه؟ لا على اساس يعني لما دخلت اول مره والله ما كنت فاكر ان شقتنا، افتكرت شقه حد تاني. ايه يا عبدو بقى؟ مش معقول. انا شوف انا بكلمك في ايه وانت بتكلمني في ايه؟ بكلمك في الفلوس اللي انت في بعزقتيها، هناكل منين وهنعيش منين يا زلمه؟ ما بعزقتش حاجه يا عبدو، وبعدين كان لازم اغير الشقه. وبعدين ما احنا حاطين فلوسنا عند الدخشولي بقالنا 4 سنين وانت بتشتغل في الكويت، يعني الله اكبر. بقول لك يا عبدو ما تخلينيش احسدك، ما تخلينيش احسدك وداري على شمعتك تقيل. ما تتكليش قوي على موضوع الكويت ده يا زلمه. ليه يا عبدو ليه؟ عشان الدنيا بتتغير، بكره مش زي النهارده، مش زي امبارح، في تغيير دايما. تغيير ايه بس يا عبدو؟ ما كنت يلا ده في الشعب ما هو افضل. اه يا حبيبتي بهدلت ايدي والله. ما كان لي لزوم يا سهير، والله العظيم ما كان لي الا حاجه. الواحد ما بقاش لي نفسي اعمل عيد ميلادات. ليه بس؟ هي بعد سن ال 30 واحد خلاص ما بقاش عايز. انت بصدري انت لسه صغيره. يلا غنوا سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة يا زوزو، سنة حلوة يا جميل. يعني عينك ما زغتش كده ولا كده يا عبدو؟ تغيري عليا ولا ايه؟ زوج بس على مين يا زاد؟ أنا يا دوب من الدوام للبيت ومن البيت للدوام، وبعدين برضه معقول تزوج؟ أنا متجوز أجمل ست في الدنيا. الكويت دي حلوه؟ حلوه، بس في الصيف الحر عندهم صعب قوي يا زاد. تبقي خارجه من الدوام يقابل قصاد ينزل عليك الشبوره وتبقيش شايفه قدامك. اه والله العظيم يا زاد، بس الحق يتقال، عندهم تكييفات في كل حته، حتى الراجل الكفيل بتاعك الراجل طيب كان عامل لي تكييف مخصوص. كويس ان انت جبت تكييف انت، انا حتى دلوقتي جتتي خدت عليه وما بنامش غير على صوته. بيقولوا كمان الدهب هناك حلو قوي، ما جبتليش حاجه معاك كده يعني؟ والله كان نفسي يا زاد، بس انا يعني المرتب كنت باخده من الصراف من ايده لايدك على طول. وحشتني قوي. الحمد لله على السلامه. يسلمك. ايه رايك في اللمبه الحمراء؟ اللمبه دي بقى ما تحرقش بسهوله، دي مخصوصه.